نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصة بكل واي، والتي نستضيف من خلالها الفنان الجزائري المبدع كريم بوتشيش. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك حكيم، ومرحبا بكل مشاهدي قناة الإلكترونية الوسط إن شاء الله. حدثنا عن مشاركتك في الندوة الوطنية حول المسرح يعني، وما هي أبرز المخرجات التي خرجت بهذه الندوة التي تنتصر للفن الرابع؟ في البداية أود أن أشير إلى حاجة مهمة، أنه هذا النوع من الندوات يعني حول المسرح مهمة جدا، خاصة في هذا التوقيت بالذات، لأنه نلاحظ إحنا في المشهد المسرحي بصفة عامة فيه بعض من اختلالات، يعني هي ماشي في القيمة بقدر ما هو اختلال يعني في عملية ضبط الأمور وإعطاء أشياء ما قدرها يعني كده. ومن هذا الباب أعتقد أنه الوصية قامت بخلق هذه الندوة هذه بها بورشتها خاصة بالأرشيف، خاصة بالإبداع، خاصة بال يعني محاور كثيرة يعني تعرضنا لها عن طريق أفواج للمدراء وإطارات المسارح لتستفاد كذلك من تجارب تاع ناس أخرين مرت من هذا النوع، وهذا كان لهدف واحد وهو الارتقاء بالفن المسرحي وبالمسارح يعني بصفة عامة إلى مستوى يعني مستوى عادي. هذه النقطة أعتقد أن الورشات كانت ناجحة يعني بامتياز، سيرها كان منضبط محكم، حضور كان اسمه ضروري الاختصاص طبعا، وكانت في اقتراحات وفيه آراء يعني وفي اختلافات كذلك في الرؤى، والاختلاف يعني بصفة عامة هو يخدم كذلك المشهد المسرحي، وكل من أجل الغاية واحدة، والتوصيات اللي راح تروح في هذا النحو هذا للارتقاء بهذا المشهد المسرحي ومسارح الدولة وبكل كومبري التعاونيات والجمعيات إلى آخره، وكل عناصر فعالة وكيف نرجعهم أكثر فعالية في المشهد المسرحي في الجزائر يعني. كيف استطعت الجمع بين التمثيل والتأليف والإخراج والله سواء المسرحي أو التلفزيوني؟ والله هو في البداية أنا كان شغف يعني كانت موهبة أنني اشتغلت في المسرح يعني كهاوي يعني في فرقة هاوية في بداية الثمانينات، معظمها كان أنت الحاكم ذكر ومعنتي وعاكر يعني مجموعة من الفنانين، لكن أنا من حظي يعني بعد قمت بتكوين في المجال المسرحي في المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارة الشباب، ومن بعد لما تخرجت من المعهد كنت كذلك مدرس داخل المعهد لمدة 7 سنوات اختصاص ثقافة فنية وإخراج مسرحي. كل هذا الكبول هذا اللي خلاني نمشي في رحلة وفي تجارب كممثل كمسرحي إلى آخره، لكن للظروف إلى ذاك الوقت هذاك كان لابد يعني عندنا نقص يعني في المؤطرين كمخرجين وسيلوغرافيين وكذا، زدت حبلت هذا العبء هذا تاع اللي نقوم بإخراج بعض الأعمال المسرحية واقتباس بعض الأعمال المسرحية من أعمال عالمية. لحد الفترة هذيك يعني ما كانش بين اختصاصي يعني، ولكن كنت نشتغل قص في كل المجالات يعني في التمثيل في الكتابة في الإخراج إلى آخره، ومن بعد بقات فيا هذه العملية هذه لسنوات يعني لسنوات، حتى من بعد وليت تخصصت في كتابة السيناريو، ثم توقفت عن الكتابة المسرحية لأنه من بعد ظهروا شباب وطاقات أخرى، ثم حاليا اختصيت مباشرة في الإخراج المسرحي، خاصة الإخراج المسرحي. هل وجدت صعوبات في صيف إفريقي؟ أكيد تعتبر صيف إفريقي من أصعب الأعمال اللي قمت بها يعني هذه السنة هذه. علاه؟ لأنه صيف إفريقي كفكرة عن محمد ديب يعني، هو النص اللي كان لمحمد ديب هو عبارة على قصة قصيرة يعني لمحمد ديب، لكن في الأصل كيف نحول أنا هذه القصة إلى عمل مسرحي كبير. هنا بالتنسيق مع الكاتب والمقتبس سعيد بالمرقى اللي نحييه يعني بالمناسبة، جاتنا الفكرة قلنا وعلاش ما نمدوش الصيف الإفريقي نعطوها حجم أكبر، وهو نديروا ما يسمى بعملية أمبراساج ولا اختيار العديد من الروايات نتاعو
اللي تصب كامل في 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 هدف واحد، لانه محمد ديب بن خوسين طرح قضيه المراه يعني الثوريه، المراه المكافحه طرحها بقوه، وجل النصوص نتاعو يعني نلقاوه مثلا كيما في الدار الكبيره ولا في الحريق ولا في في, في الحرس لوتاليسمون. هذا تقريبا في صيف افريقي فيها فيها بانوراما والى فيها جوله في 12 روايه لمحمد الديب يعني اللي تصب الدور على حكايه تاع صيف افريقي، حكايه زكيه اللي دات الباك في ايام الثوره، لكن الظروف العائليه والتقاليد ما سمحتهاش انها تواصل دراستها يعني في الجامعه، لان جداتها وباباها رفضوها رفضا قطعا. اختارت زكيه انها تمشي للجبل بمبدا انها باش تتحرر العقول، لازم نحرروا البلاد هذه. اذا فكان صعب صعب جدا خاصه في اختيار الممثلين يعني، وكنت نطالب منهم انهم على الاقل يقراوا حتى 5-6 روايات يعني محمد ديب باش يكون ملمين بهذاك الموضوع، وكي نطرحوه نطرحوه بوعي يعني وبجديه كذلك، لانها راهي مسؤوليه اولا تاريخيه وفنيه، والتعب يعني مع محمد ديب كقامه ادبيه عالميه يعني ماهوش من السهل، اللي انا خلاني نبحث ندخل في بحوث اخرى يعني، رحت حتى للجانب الشخصي لمحمد ديب، رحت لكتاباته لاشعاره لميت يعني للصوفيه اللي كانت في كتاباته كذلك يعني، باش انت توصل انك دير ان ترافاي كونسونتري اللي فيه ساعه و10 دقائق يعني تشتغل على الاهم من المهم، وهذه تقبل الصعوبه، لكن الصعوبه تلقى نتائجها من بعد مرضيه والحمد لله. ماذا عن نجاح مسرحيه بيرات خرايب؟ بيرات خرايب هي هذه في جزءها الثاني، هي هو النص للكاتب الاردني بدر الحمداني، كانت لا بريمير فيرسون كان يمثل فيها حسن بوالخروف اللي نحييه بالمناسبه، لكن لظروف صحيه توقف عن العمل، ومن بعد العمل في الجزء الاول لقى رواج كبير يعني في الوسط خاصه الجامعي، لانه مسرحيه مركبه من 3 شخصيات فقط، استحسنوا الجمهور يعني بكثره، وكان كل مره يطالب الجمهور ببيرات. جاتني فكره انني نعاود نود بيرات في شكل جديد بسونوغرافيه جديده، واستدعيت الممثل حسن بوكرسي الممثل التلفزيوني المعروف اللي تقمص الدور تاع القبطان هذا، وخدنا هذه التجربه وقدمنا احنا اول عرض شرفي عندها واحد 10 ايام كاك اللي لقات يعني صدى واستحسان كبير من طرف الجمهور. ماذا عن ملحمة ابطال الكرامة؟ هي كذلك ابطال الكرامة تدخل كذلك من التجارب العديدة يعني، باسكو هي تدخل في الاطار في المناسباتي او الثوري، كان لي ابطال الكرامة، ومن بعد كان لي وراها امسية في باريس اللي تحكي على احداث 17 اكتوبر يعني في تاع اللي اسمه اللي صرص في باريس اللي رموهم في نهر السين يعني الاحداث هذيك. ابطال الكرامة كذلك يوم الهجرة اكزاكتومون، ابطال الكرامة تدخل في الاطار، هي عبارة على كرونولوجية تاريخية، حبيت ندير انا سميتها انايا سميتها تشولي بوند انونس كرونولوجيك تاع 2500 سنه من التاريخ، اللي بديتها من مارسيليسا، ومن بعد تكلمت على يوغورطا، ومن بعد مشيت الى الفتوحات الاسلاميه مع الديه وعقبه بن نافع، ثم انتقلت الى المقاومه الشعبيه، تكلمت على الشيخ الحداد والمقراني، تكلمت كذلك على لي ديبورتي تاع من في كاليدونيا لانه اسمه مهم يعني ملف مهم جدا الى اخره، ومن بعد تنقلت تاريخيا حتى الاحداث 8 ماي، ثم مريت بمحمد بوراس، ثم جبت عينات كثيره يعني من الشهداء اللي ضحوا من هذه البلاد، مثال زبانه حاسبه بن بوعلي العربي بن مهيدي محمد بوضياف كذلك كذا، حتى وصلت الى اتفاقيه ايفيان وين كان الاستقلال في 1962 في 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 عمليه معاصره، لاني شتيت ندير انا عمل ثوري ماهوش كلاسيكي يعني، بمعنى شتيت انا عمل ثوري كان موجه اكثر للشباب يعني الهدف وخاصه للشباب يعني، باش نقوم بسونسيبيليزاسيون بعمليه تحسيس الشباب قيمه هذا البلد وقيمه الناس اللي جاهدوا عليها والناس الثوار اللي جاهدوا عليها في قلب معاصر اللي يتقبلوه الشباب بصدر رحب، وكان ناجح يعني في وسط الشبان يعني.
وكان وراه كذلك قلت لك أمسية في باريس هذا عن النص لمجيد بن شيخ كان اقتباسه للدكتور حسن تليلاني اللي قدمنا تاني في مناسبة يوم الهجرة 17 أكتوبر اللي لقى تاني استحسان كبير يعني بفورم جديد بان أبروش أرتيستيك جديد عليه الاختيارات الفنية خاصة الاختيارات الفنية أعتقد أنه حالين الجمهور يعني بصفة عامة حتى من الطبقة المثقفة بولاش تبيل كثير يعني ما يستهويهاش هذا النوع من الأعمال. وبعد أنا أعتقد الخلل هو في عملية تقديم هذه الأعمال هذه لأن لازم نتمشوا مع العصر نتمشوا مع الفكر كذلك خاصة الشباب فهمت. إذا كان مثلا نسمح لنفسي أن نستعمل تقنيات على مستوى عالي باش نقدم كسوة في الصورة ولا في الصوت ولا خلق الزومبيونس ولا الفضاءات ولا الجو اللي نقدم به شهيد أو نقدم به مجاهد بأحسن تقديم هي يلا نستغلوا هذه التكنولوجيا اللي صالح هذه الأعمال التاريخية الهادفة خاصة المطالبين بها. يعني ماذا يعني لك حي الشارع العتيق أو رحبة الصوف بقسنطينة؟ رحبة الصوف هو هذه فجأتني هذيك سما رحبة الصوف راهو أمي الثانية يعني رحبة الصوف هي فيها كبرت وفيها ترارات وفيها تعلمت وفيها عرفت ناس وفيها عرفت معنى الجورة كما نقولوا الجيران ما معنى أنك تسكن في 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 ديار عرب كما نقولوا إحنا مغامرات صغيرة تاع الطفولة تاع الشباب كل شيء كان قريب لينا من المدرسة السوق الجيران يعني أنا نقول لك بلي أحسن مرحلة في حياتي يعني هي الطفولة يعني حتى بتقريبا 18 20 سنة لما خرجت من رحبة الصف كانت أحسن مرحلة في حياتي يعني هذيك رحبة الصف قصة عمر يعني قصة عمر وحتى الدرك ساعة لساعة نحن ونروح لها يعني نشوف جدرانها ونشوف الدار القديمة ونشوف كذا إيه فيها حنين كبير يعني فيها حنين كبير. حدثنا عن تعاملك مع المخرج الجزائري الكبير علي عيساوي في أشواك المدينة يعني. فعلا هو في البداية بلك قليل وانت تلقى مثلا المخرجين مثل علي عيساوي اللي نسميهم احنا عندهم دو كاسكات يعني يشتغل مسرح ويشتغل سينما يعني هذه بيزا ما تلقاهاش في كل المخرجين لان ما اعيبه في بعض المخرجين انهم تلقى مثلا اختصاص سينما لكن لا درايه بالمسرح يعني ما يشوفش مسرح ما يشوفش عروض مسرحيه ما يشوفش بالعكس يعني يسوي مساره الفني بدا كمسرحي ثم اختص الى في التلفزيون ومن بعد ولا يشتغل على الدوكيومونتير ومن بعد ولا يشتغل على لي سيت كوم ومن بعد ولا يشتغل على الافلام الطويله رائعة البوغي ثم شكون علي عيساوي انا كان انا تقريبا مشيت معاه يعني تقريبا في نص مرحلة اعماله يعني وكان لي شرف كذلك اني اشتغل على زوج سيناريوهات نتاعي 2002 كان بني موليلة لبطولة حكيم دكار وكان في 2007 اشواك المدينة كذلك اللي كانت بطولة لحكيم دكار وكان تاني كتبت تاني في السيت كوم معاه ومن بعد وكل هذه المسلسلات اشتغلت معاه انا كمساعد مخرج يعني ومنه استفدت الكثير يعني في تقنيات التصوير في البلاطوهات في المعامله مع الممثلين كيفاش يصير ممثل كيف يخلق لك الفضاء هذا كذا ومحسوب هو كثير في الدراما على التلفزيون ومحسوب كذلك على الجانب المسرحي يعني يرجعوا للفضل كل فضل كذلك في حصة فضاءات المسرح اللي تعتبر الأرشيف الأكبر اللي موجود حاليا على مستوى التلفزيون ومستوى الجزائر يعني أصبح فضاءات المسرح بها بأرشيفها كمرجعية كبيرة للباحثين والطلبة والفنانين الأكاديميين يعني باش يشتغلوا على الوثائق اللي موجودة واللي صورها صور حية لعيسى. ما هي الأدوار التي تجد ظلاتك فيها؟ والله انا نميل كثير للادوار التاريخيه يعني نشتي على الادوار التاريخيه اللي هنا تعطيني واحد البعد هكا في البحث في الـ في الـ في, الـ في التركيز في الفيزيولوجيا في المحيط مثلا لما اشتغلت مره على شخصيه ماسيليسا
كانت لي سبب أنني بثقافة أخرى يعني ثقافة البحث هذه أنك تخلق مثلا شخصية اللي ما عندكش عليها وثائق كثيرة يعني ما عندكش عليها صور ما عندك عليها والو عندك إلا مخطوطات أو شيء أو شهادات فقط يعني أنت كيف كممثل تقدر تبني شخصية مثلا تاريخية اللي عندها أكثر من 2500 سنة وتقدمها للجمهور وتقدحهم باللي مرسيدس كان هكا يعني هذا مهم على شيء صعب وفيه اشتغال وفيه حفر نقولوا بحث كبير يعني باش انت توصل تقدم هذيك الصوره مقنعه خاصه للجمهور في شخصيه اللي قلت لك عندها اكثر من 2500 سنه وتفرضها كشخصيه حقيقيه اللي موجوده يعني يبقاو كذلك شخصيات مثلا في السينما في التلفزيون كانت عندي تجارب يعني مع رشدي مع كريم طراجيديه مع كذا في بعض الشخصيات انا نميل اكثر الى التراجيديا او الكوميديا السوداء يعني كوميديا المواقف يعني هذو ما الشخصيات اللي يستهويني اكثر يعني من هي الشخصيه التي تطمح الى تجسيدها مستقبلا والله تقريبا كل الشخصيات يعني في السينما بالك في السينما مجال واسع بزاف يعني في السينما يعني خاصة الشخصيات التاريخية يعني فهمت نشتغل على كل ممثل محترف يشتغل على كل الشخصيات ما عنديش يعني ميول معين إلى شخصية والأخرى فبصراحة أنا مدياتي مثلا نشتغل مثلا في أدوار كبيرة يعني كلاسيكية مثلا ملك لير كان حلمي كذلك أني أشتغل على شخصية فاوست يقط فهمت يبقى دائما احنا قاعدين نكبروا يبقى نحبوا ان شاء الله لعل وعسى يجي من العرب. هو قدوتك في الفن الجزائري او العالمي عموما والله كثير يعني انا متاثر مش بشخصيات متاثر بالمذاهب بالمدارس المسرحيه بمعنى انه لما مروري تقريبا على كل المذاهب المسرحيه والمدارس المسرحيه والفنيه يعني اشتغلت عليهم شوي مثلا التجارب الألمانية مليحة التجارب البولونية مليحة خاصة التجارب الروسية مليحة كتابة مثلا تميل إلى مثلا إلى الروس مثلا الاتحاد السوفيتي عندي تأثير في الكتابة إلى تشيكوف وغوغول وبوشكين وكذا تلقى مثلا تمثيل نروح مثلا النصوص المسرحية في إيطاليا مثل كارلو جولدولي كذا في المسرح الإسباني كذلك والسينما الإسبانية تستهويني عندنا تجارب كذلك عربية يعني مهمة جدا خاصة مصر التجارب في الدراما يعني كمسلسلات في سوريا وكذا مهم جدا هذه كل تجارب يعني يحوس الواحد أنه يستفاد منها كممثل وكمخرج وكاتب وسيناريست إلى آخره هل القامات الفنية الجزائرية اليوم غائبة أم مغيبة؟ غائبة ومغيبة غائبة مغيبة لا أعتقد مغيبة لا أعتقد غائبة ترجع أنا أعتقد ترجع إلى مش المخرجين ترجع للظروف الاقتصادية فهمت لأنه إحنا في الجزائر بين قوسين ما عندناش صناعة سينمائية ما عندناش صناعة دراما ما عندناش استوديوهات ما عندناش إحنا ما عندناش سياسة إنتاج مثلا ولا استراتيجية إنتاج في الدراما يعني كسوسوا على مستوى التلفزيون على المؤسسات الخاصة بالقطاع السمعي البصري إلى آخره كاين ديما نقص يعني تلقى ممثل أنه يشتغل على تجربة أو اثنين يعني في السنة يعني شيء قليل من المطلوب من الممثل أنه يشتغل على الأقل 5-6 سيناريوهات في العام بمعنى أنه لما ما يكونش عندك هذه الإمكانيات المتوفرة كسوا المخرجين كسوا التقنيين كسوا الممثلين كسوا الديكوراتور التكنيك كذا بمعنى تبقى دعوة محصورة يعني تولي انت تعيش إلا التجارب فقط ماهيش صناعة يعني إنتاجية لأنك مثلا تنتج باش تدخل مثلا السوق العربية وإلا قال مثلا منتوجي راح نصدره هو تقريبا يعني خاصة الإنتاج السينمائي تقريبا 90% هو كامل تمويل من الدولة 90% يبقى ما عندناش منتجين خواص يعني بمفهوم عندنا منتجين بالكش منفذين فقط لكن علاه لأنه راجع للبيئة وش اللي قاعد يدور يعني بصفة عامة على هذه السماء تلقى باللي كان تعطيل وتعطل وما زلنا يعني في الآليات الإنتاج في الجزائر ما زالت ضعيفة للأسف ما زالت ضعيفة لاحظنا يعني بعض الفنانين يعني
غيب أيضا مثل سليم خرشي المدعو روكي، هل سيعودوا لعالم شاشة؟ إن شاء الله. درك على بالك باللي مش راح نقول لك، يعني احنا مشكلتنا في الجزائر بزاف، يعني باش نكونوا صراحة مشكلتنا في الجزائر احنا ما عندناش نقابة للفنانين مثل العيانات اللي موجودة مثلا في الأردن أو في مصر ولا سوريا. علاه ضرورة النقابة الفنية؟ الضرورة النقابة الفنية هي اللي تقوم بحفظ ذلك الممثل، يعني حقوقه بمعنى انه ما تقدرش تغيبه. يعني مثلا انا سليم روكي كما تقول انت اسمها، هذا مثال من 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 مئات، لكن لو كان جات كاينه نقابه تاع فنانين وكان فيها تاع تعطي روان كلاسمون، قال مثلا ممثل الف ممثل باء ممثل سين اكسترا، كانت توضح الرؤيه. بمعنى نقابه الفنانين لما يجي انتاج تلفزيوني ولا انتاج سينمائي ما يقدرش مخرج يروح للقهوه يجيب ممثل، ولا يروح تيك توك يجيب ممثل، ولا يروح لا، لازم يمر بالنقابه الفنيه تاع الفنانين، هي اللي تقترحوا ها هم الممثلين، هذا حفاظا على الممثل والمهنته وحقوقه الاجتماعيه والماديه، وحفاظا على المهنه اللي تمشي في الوقت. هذه كل الدول تمشي هكا. نتمنى اننا نرتقي الى الاقل الى هذا المستوى في التنظيم، باش احنا ننتظروا يعني نتائج المستقبل. وفي المشاريع المستقبليه والله فيه، يعني في مصرحا يعني عندي مشروع فيما يخص ستيليست الثوره، هذه ان شاء الله قريبا النص اللي كان كتبه جمال عمراني وعاود ترجمته الحبيب السايح، ان شاء الله وراء رمضان ان شاء الله يكون العرض واجد. كذلك عندي مشروع ثاني على مستوى التلفزيون، يعني نخلي حتى الوقت نتكلم عليه. كاين بعض الاتصالات في مستوى السينما كذا، احنا رانا في حالات تفاوض وكذا، ان شاء الله نتمنى الخير ان شاء الله وتتحقق الامنيات. كلمه للجمهور الجزائري بمناسبه حلول شهر رمضان، يعني واش تقول لهم؟ في البدايه نشكركم على هذه الدعوه الكريمه، هذه اللي عطيتوني المجال نتكلم. وبمناسبة قدوم الشهر رمضان الكريم، يعني إلى كل الشعب الجزائري خاصة والعربي المسلم عامة، إن شاء الله رمضان كريم، إن شاء الله يعود علينا بالخير إن شاء الله، وتتحقق دعوتنا وتحقق أمنيتنا إن شاء الله، وتحية الجزائر. نشكرك كثيرا الفنان الجزائري المبدع كريم بوتشيش، ونشكر أيضا جمهورنا الوفي على كرم الإصغاء والمتابعة.